تحية طيبة يا أعزائي، نبتدأ بالتوقعات الأسبوعية لمواليد الأبراج ابتداء من اليوم السبت المصادف للعشرين من شهر آذار مارس إلى الجمعة 26 منه. وقبل أن ندخل بتحليل الخارطة الفلكية، خلينا نتحدث عن ملك الأسبوع. نشوف من خلال الخارطة أمامنا أن ملك الأسبوع هو مولود الثلاثاء المصادف 23 من شهر آذار مارس الحالي. ومن خلال الخارطة اللي أمامنا أخذنا لا على التعيين جنين مولود بالساعة الواحدة و15 دقيقة أو 33 ثانية في مدينة الظهران في السعودية. نشوف بأنه البرج البابلي هو برج الحمل الناري، والطالع البابلي الأسد الناري، البرج الصيني برج البقرة الصنف المعدني، والطالع الصيني أيضا البقرة، البرج الهندي المهر، والبرج الدرويدي شجرة البندق. نلاحظ من خلال الطوالع والأبراج البرج البابلي الحمل والطالع الأسد، هذا يعني أنه شخصية متزنة، الطالع والبرج من نفس الصنف. أيضا نشوف البرج الصيني البقرة المعدنية والطالع أيضا بقرة، يعني من نفس البرج. كذلك نشوف التوافق ما بين البرج البابلي والصيني، أنه برج الحمل كصنف ناري يتفق مع الصنف المعدني، فبالتالي راح تكون شخصية متزنة قليلة التردد والمزاجية، ويكون واثق من خطواته، وفي نفس الوقت يكون عنده طموح وشخصية قيادية، لأن شخصية نارية أساسا وعصامية في نفس الوقت. طبعا أرقام الحظ راح تكون 4 5 9، 4 ينطي تغيرات ومفاجآت خلال حياته، و5 ينطي الحظوة الاجتماعية والقوة والوجاهة، و9 ينطي المثابرة بالوصول إلى الهدف، يعني ما راح يكون من الشخصيات الكسول أو الشخصيات الاتكالية. أيضا من خلال الخارطة راح نشوف بأن أشعة الشمس وكوكب الزهرة كلاهما في المنزل التاسع ويعملان اقتران إيجابي. المنزل التاسع يمثل الأسفار، منزل الأسفار منزل العلاقات، منزل الصداقات، ومنزل التجارة والبزنس. بالتالي هذا يدل على أنه الشخص راح تكون عنده في المستقبل كثير الأسفار، وموفق في علاقاته وصداقاته مع الآخرين، وبنفس الوقت راح يكون موفق على الجانب التجاري. أعزائي، احنا نتحدث عن الخارطة الفلكية أو ملك الأسبوع حتى نعطي تحفيز معين للأشخاص اللي أو لأخواتنا اللي عندهم إنجاب بعملية قيصرية. هنا راح يكون بإمكاننا أن نختار اليوم المحدد، حتى من خلال أيضا نختار أرقام الحظ، نقدر أيضا نطلع الخارطة الفلكية بشكل سهل، لأنه راح يكون بمقدورنا إحنا، يعني راح نكون إحنا وسائل، هو كل شيء مقدر ومكتوب، لكن إحنا راح نكون خلينا نقول وسيلة معينة لإفادة هذا الجنين بالمستقبل. فبالتالي هذه دعوة لأي من الأشخاص اختاروا عملية قيصرية، يعني فأتمنى أنه يكون هناك تواصل حتى نمدهم بالأوقات المناسبة من حيث اليوم ومن حيث أيضا الساعة. طيب خلينا نرجع هسه للخارطة الفلكية اللي هي أمامنا الآن. طبعا كتحليل راح نجد بأنه كوكب بلوتو متواجد في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية، جوبيتر في العشرية الثانية من مجموعة الدلو الهوائية، وساتون زحل بين العشرية أو في نهاية العشرية الأولى وينتقل العشرية الثانية في من مجموعة الدلو الهوائية، عطارد في العشرية الأولى من مجموعة الحوت المائية، ونبتون في العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية، الزهرة في العشرية الثالثة أو في نهاية العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية، وأشعة الشمس في نهاية العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية، أورانوس في العشرية الأولى من مجموعة الثور الترابية، والمريخ في العشرية الثانية من مجموعة الجوزاء الهوائية. أهم الأحداث دخول أشعة الشمس إلى مجموعة الحمل النارية اليوم السبت، مما يدخل مواليد الحوت بفترة خلو مسار تستمر حتى ظهيرة الأحد. إضافة إلى هذا، انتقال كوكب الزهرة إلى مجموعة الحمل النارية يوم الاثنين، مما يدخل الحوت بفترة خلو مسار ثانية
تستمر حتى الثامنة وثلاث دقائق من صباح الثلاثاء، وهذا يعني بأنه مواليد برج الحوت راح يكونون من أكثر المواليد تعبا خلال هذا الأسبوع، لأنه خلو وين مسار. بالمقابل أنه الانفراج بالنسبة إلى مواليد برج الحمل اللي عانوا خلال الأسبوعين أو ثلاث أسابيع الماضية، نقدر نبشر مواليد برج الحمل خلال الثلاث أسابيع القادمة راح تكون من أجمل أوقات الأوقات خلال السنة بالكامل. وبالتالي أيضا الأبراج اللي راح ترتفع مع مواليد برج الحمل خلال الأسابيع القادمة الأسد والقوس باعتبارهم برجين صديقين، مجموعة برج الحمل في بيت إيجابي بالنسبة للأسد وأيضا بالنسبة إلى القوس. طيب خلينا نشوف الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم، أو عفوا في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي. العذراء، الميزان، القوس والأسد. والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع الحالي مقارنة بالماضي، العقرب، الثور، الجدي والحوت. حركة القمر راح تكون يومي السبت والأحد في مجموعة الجوزاء الهوائية، الاثنين الثلاثاء في مجموعة السرطان المائية، الأربعاء الخميس في مجموعة الأسد النارية، وفي آخر يوم الجمعة القمر ينتقل إلى مجموعة العذراء الترابية. الصدارة إلى مواليد برج الجوزاء مع ارتفاع إلى كل من الميزان، القوس، العذراء، وانخفاض إلى أبراج الحوت، الدلو والجدي. في بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الحمل وتنخفض مؤشرات العقرب، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات السرطان وتنخفض مؤشرات الثور، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الأسد. الحمل لديه لقاء مميز، أربعة نجوم، الثور يخفق مع الحبيب نجمتين، الجوزاء قمة في النشاط والحيوية، خمسة نجوم، السرطان في شباك الغرام، أربعة نجوم، الأسد يحقق مكسب مالي، أربعة نجوم، العذراء يسعد بصحبة الأحبة، ثلاثة نجوم، الميزان ينتظر مفاجأة، أربعة نجوم، العقرب عليه الحذر من مخاطر الطريق، نجمة واحدة، القوس يستنشق الصعداء، ثلاثة نجوم، الجدي يخفق مع المقربين، نجمتين، الدلو تزداد إنفاقاته، نجمتين، والحوت مبعثر الأفكار، نجمة واحدة، التنين يحقق انتصاره، خمسة نجوم، الحية يسمع خبر سار، أربعة نجوم، الحصان يخفق مع الحبيب، نجمتين، والنمر يتوتر لأتفه الأسباب وله نجمة واحدة، المهر يسحق أعدائه، خمسة نجوم، اللقلق يواجه صدمة، نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة البندق، الدرويدي خطوتين إلى الأمام وله خمسة نجوم. أفضل الأبراج التنين الجوزاء، وأسوأ الأبراج النمر الحوت في العشريتين الأولى والثانية. أعزائي، معلومات أكثر عن الأبراج الصينية والدرويدية والهندية بإمكانكم الدخول على موقعي الإلكتروني paraskopa.de والمتواجد في صندوق المعلومات. ابتداء من الأسبوع القادم راح نعمل حلقات خاصة فقط للإجابة على الأسئلة اللي تصلنا من خلال الفيسبوك أو اليوتيوب أو الانستغرام. فأعزائي، أي شخص عنده سؤال أو استفسار بإمكانه أن يوجهه من خلال هذه الثلاث برامج اللي ذكرتها، وراح تكون حلقة خاصة بعيدة عن التوقعات الأسبوعية، فقط نجاوب على الأسئلة اللي توصلنا إن شاء الله. تحياتي وتقبل فائق مودتي، وهذه أحلى باقة ورد.